Bahawa beberapa pelajar daripada Gaza untuk berziarah ke Kuala Lumpur dan untuk menemui rakan-rakan mereka yang melakar lukisan seperti ini. Sebelum ini, murid di sekolah Dar Al-Fatihah dan amnya di Gaza tidak menyangka nasib mereka dikongsi sama oleh kanak-kanak lain di dunia. Dan kehadiran kru buletin utama di sekolah Dar Al-Fadilah di Rafah ini menarik perhatian seorang murid yang tampil membuat pesanan ini kepada kanak-kanak di Malaysia. قصف الاحتلال الصهيوني مدرستي بتاريخ 11/1/2009 ميلادي أثناء الاحتلال الغاشم على أرض غزة، أرض العزة والانتصار. كما استشهد عمي بتاريخ 5/9/2006 ميلادي حينما قصفوا سيارته ومزقوا جسده القاهر. كما أسر عم الصغير حينما كان عمره يناهز 17 عاما بدون أي ذنب عدا أنه فلسطيني حر يقبل احتلال. أحلم عندما أكبر أن أكون معلمة في نفس مدرستي، أن يعيش أطفال بلدي في أمان مثل أطفال العالم، وأن يكون لنا حق التعليم واللعب والشعور بالأمان وحرية التعبير عن الرأي. أتمنى من كل قلوب العالم الرحيمة أن تلتف حول قضية أطفال فلسطين المظلومين وتساعدنا لنشعر بالأمان. وأشكر ماليزيا حكومة وشعبا لما قدموه لنا من مساعدات مادية ومعنوية، وبفضلهم عدنا لمدرستنا الحبيبة ووصلنا فيها المسيرة التعليمية بنجاح ورسموا البسمة على شفاء أطفال مدرسة الفضيلة. جزاكم الله عنا كل خير، وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لخدمة الإسلام والمسلمين. جافري أزمان، بولتي تاما، تي في 3.